اهلا وسهلا بحضراتكم، وحشتوني. عودة من جديد لبيتي في القاهرة والناس وحديث القاهرة. أكيد افتقدتكم جدا الفترة اللي فاتت، وكنت متابعة دؤوبة لكل اللي بيتذاع، وخصوصا اللي كان بيقدمه زميلي العزيز الأستاذ خيري رمضان، واللي بتمنى له كل النجاح والتوفيق في تجربته الجديدة. أكيد أنا واثقة إنها هتكون إضافة جديدة لتاريخه المهني الكبير جدا. هنفتقده، وهفتقد كمان زملائي الأعزاء جدا على قلبي، زمايلنا هنا اللي انتقلوا معايا لهذه التجربة الجديدة. طيب، الهدنة القصيرة اللي فاتت كانت بالنسبة لي أنا شخصيا فرصة إن أنا أتأمل وتابع وأكون جزء من حديث القاهرة على الأرض، الحديث اللي موجود في الشوارع في البيوت. والنهاردة وإحنا بنبتدي مع بعض من جديد، اسمحوا لي أوعدكم إن البرنامج ده يكون صوتكم الأمين في نقل كل أحاديث مصر والقاهرة، أم الدنيا، قلب الأحداث في العالم العربي وإفريقي، هنا في حديث القاهرة هتسمعوها. وبما أننا بنبتدي حديث القاهرة، فأكيد الأخبار اللي كانت حديث القاهرة هي أول وقفة لينا معاكم في حلقتنا النهاردة. بكرة إن شاء الله أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وكالعادة القاهرة مليانة بالأحداث والأخبار المهمة. مفيش صوت يعلو فوق صوت أيام التصويت الثلاثة اللي هنبتديها من بكرة الصبح إن شاء الله. الانتخابات الرئاسية حدث مهم جداً، المصريين هم أصحاب الصوت الأعلى خلال الأيام القادمة، هم بس اللي هيحددوا رئيسهم القادم. إزاي ممكن تعرف لجنتك الانتخابية؟ هنفكرك بداء النهاردة. إيه هي الإجراءات اللي لازم تاخد بالك منها علشان يتسمح لك إنك تدلي بصوتك؟ هنحاول النهاردة نديكم مزيد من التفاصيل عنها. وخلينا أرحب في البداية بضيفي، هو الأستاذ إبراهيم قاسم، مسؤول ملف الانتخابات في اليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. أهلا ومرحبا بحضرتك. أستاذ إبراهيم، خلينا نفكر الناس إيه هي الطرق اللي ممكن يتعرفوا بيها على مكان لجنتهم الانتخابية. ممكن نراجعها سوا من فضلك؟ طبعا، هو من المستحب على المواطن ان يعرف لجنته ومركز الاقتراع قبل التوجه الى اللجنه، وده بيكون عن طريق يعني احد الوسائل التي استحدثتها الهيئه الوطنيه للاستعلام على اللجان. الاول ممكن يدخل المواطن على موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات elections.com، بيخش بمجرد دخوله على الموقع بتفتح قدامه صفحه هي اصلا صفحه الاستعلام على اللجان. بيدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بهذا الناخب، ال 14 رقم، بمجرد دخوله بتفتح صفحة أخرى فيها كل البيانات الخاصة والمتعلقة باللجنة، سواء عنوان المدرسة اللي هيصوت فيها أو رقم اللجنة الفرعية الصغيرة اللي جوه المركز الاقتراع. عظيم. أو رقمه في الكشف الناخبي. طبعا كل واحد بيبقى في اللجنة ليه رقم في الكشف، وبالتالي عندما يكون على معرفة بهذا الرقم، أول ما بيخش اللجنة بيقول للقاضي أنا رقمي في الكشف رقم كذا، وبالتالي بيسهل على عملية التصويت، وفي نفس الوقت بيقدر يكون عارف كل البيانات المتعلقة بعملية التصويت. عظيم. دي طريقة من خلال الموقع الإلكتروني. في طريقة تانية هي الاتصال أو إرسال الرسالة بالرقم القومي على رقم 5151. بمجرد الاتصال او ارسال رساله بالرقم القومي على هذا الرقم بتعود ليك رساله ثاني كناخب فيها برضو ارقام الاقتراع و كل البيانات اللي حضرتك وضحتها، كل البيانات الخاصه بالانتخاب. عظيم. طيب، احنا عارفين ان علشان المواطن يدلي بصوته لازم يكون معاه اثبات لشخصيته. ايه هي يعني خلينا نقول الاشياء اللي ممكن تكون معتمده كاثبات للشخصيه لدخول الناخب عشان يسمح له بانه يدي صوته؟ البطاقه وايه كمان؟ هو بطاقه الرقم القومي وان لم تكن ساريه، طبعا ده شيء مهم ولازم نعرفه للناس. لو بطاقتك منتهيه ممكن تصوت برضو عادي، ما فيش اي مشكله بالنسبه لك، او بجواز السفر الموجود في رقم القومي بتاعك ممكن برضو تصوت بجواز السفر. دول يعني الوسيلتين الوحيدتين المعتمدتين امام اللجنه الفرعيه التي سيصوت امامها الناخب، سواء ببطاقه الرقم القومي او بجواز السفر. طيب، ورخصه القياده غير معتمده؟ معنى كده ان رخصه القياده معتمده، والناس اللي تعرضت لان بطاقتهم ضايعه مثلا بس معاهم صوره من البطاقه
هل في اي معلومات حوالين انهم يقدروا ولا ما يقدروش؟ صوره البطاقه هيصوت، لان صوره البطاقه هي امام القاضي، بيشوف الرقم المسلسل الخاص به في الكشف بتاع الناخبين، وبالتالي بيثبت حقيقته. اصلا الهدف من البطاقه او جواز السفر هي التاكد من شخصيه الناخب، ان الناخب ده اللي هيصوت له حق التصويت في هذه اللجنه. صحيح، وبالتالي ده حتى لينا لو احنا احضر صوره البطاقه، طبعا ده تسهيل من الهيئه الوطنيه، لو حضر بالبطاقه لعل رئيس اللجنه ان يتاكد من شخصيته ويسمح له بالادلاء بصوته بعد التاكد من شخصيه هذا الناخب. عظيم. طب خلينا نراجع مرة تانية، مواعيد التصويت هتبقى من الساعة كام للساعة كام في الثلاث أيام اللي جاية؟ طبعا احنا عندنا التصويت بيبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ولا تغلق 9 مساء إلا بالتصويت في آخر ناخب بيكون متواجد داخل الحرم الانتخابي. يعني معنى ذلك أن التصويت ممكن يمتد إلى بعد 9 مساء إذا كان هناك ناخبين يرغبون في التصويت وهم داخل المركز الاقتراع. طبعا احنا عارفين أنها هتبقى 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاث. الثلاث ايام دول هتبقى على طول من الساعه 9 صباحا حتى 9 مساء. طب الوافدين ليهم اماكن معينه هيتوجهوا لها، صحيح؟ طبعا طبعا، ده الوافدين بين المحافظات، يعني خلينا نقول ابناء المحافظات الاخرى اللي موجودين في غير محافظاتهم اللي متسجلين فيها. بالضبط، لان كثير من المواطنين بيتصادف ان اعمالهم زي التجمعات الصناعيه او السياحيه بانهم متواجدين في غير محافظاتهم، وطبعا للتسهيل عليهم وفقا للقانون وقرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات تم تحديد عدد كبير من اللجان على مستوى الجمهوريه، عددها حوالي 361 لجنه بتتركز اكثر في المناطق الصناعيه والتجمعات السياحيه، عشان خاطر يسمح للمواطن بالادلاء بصوته في غير محل اقامته. وده يمكن الاستعلام طبعا عن طريق الموقع الخاص بالهيئه الوطنيه، بمجرد دخول على الموقع الخاص بالهيئه الوطنيه هناك ايقونه متخصصه للاستعلام عن لجان الوافدين، بمجرد الدخول على هذه الايقونه بتظهر له اسم المحافظه والمركز الذي يتواجد فيه، وبالتالي يستطيع المواطن ان يختار اقرب مدرسه للمكان المتواجد فيه غير محافظته للتصويت دون ادنى عائق. بمجرد وصوله الى اللجنه يقدم الرقم بطاقه الرقم القومي الخاص به الى القاضي الموجود في هذه اللجنه الخاصه بالوافدين، بيسمح له بكشوف الناخبين ويسمح له بالتصويت. عظيم، انا بشكرك جدا لكل هذه المعلومات الاستاذ ابراهيم قاسم، شكرا جزيلا.